ثورة 14 من أكتوبر لدى أبناء المحافظات الجنوبية. هناك أجيال ولدت في هذه الأثناء لا يكادون يعرفون حتى 14 أكتوبر، لا يلمسون نتائجها، نتائج للمراحل التاريخية والصراعات التي مرت في المنطقة. ما الذي تحقق من ثورة 14 من أكتوبر؟ زوال الاستعمار البريطاني، كان هذا أول المنجزات. التوحيد المشيخات والإمارات والسلطنات. من هم رجالات ثورة 14 من أكتوبر؟ الكل ساهم حتى خارج نطاق التنظيم الجبهة القومية. إذا ظل من في المحافظات الشمالية يحرص على مصالحه ولا يواجه انقلاب الحوثي، وظل من في المحافظات الجنوبية يحرص على مصالحه ولا يتناول أخطاء أو عيوب الانتقالي، كيف ستتحرر اليمن بأمثال هؤلاء؟